لماذا تقول إيران إن اللغة الإنجليزية هي لغة الجهل؟ سنة 2010 في إيران حصل تطوير في المناهج التعليمية، وتم إدخال اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، فبقى التعليم الابتدائي بيتم تدريس فيه اللغة الإنجليزية سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة. لكن كام سنة بدأ المتشددين يقولوا كده غزو فكري، كده الأجانب بيمتلكوا عقل الناشئة. وبعدين جه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي سنة 2016 وقال هذا الكلام، قال إنه كان بيتكلم قدام المعلمين في إيران وقال إن تدريس اللغة الإنجليزية في ابتدائي خطر على الناشئة، وإن ما ينفعش إن احنا نكمل هذا الأمر. لكن قال أنا بديش أمر بإلغاء اللغة الإنجليزية، إنما غير راضي عن تدريسها في المدارس الابتدائية. 2018 تم إلغاء اللغة الإنجليزية من التدريس في كل المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة. يبقى إذن في 10 سنوات تقريبا البعض رأى إن يدرس اللغة الإنجليزية لأنها لغة عالمية مهمة، البعض قال دي لغة الغرب ولغة الاستعمار ولغة الاستكبار، لا ينبغي أن ندرس اللغة الإنجليزية لأن الناشئة اللي هم صغار السن هينشأوا على تقدير اللغة الإنجليزية وآدابها وثقافتها، وبالتالي الانبهار بالغرب. اللي حصل بعد كده إن إمام الجمعة في مشهد ثاني المدن الإيرانية قال إن الاستعمار البريطاني هو اللي روج إن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم، مع أن اللغة الإنجليزية هي لغة الجهل. يبقى إذن تعبير أن اللغة الإنجليزية لغة الجهل هو تعبير إمام الجمعة في هذه المدينة في مشهد، اللي قال الكلام ده بعد آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى ما انتقد ثم أوقف تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية. في تحليل ذلك ترى بعض مراكز الدراسات ما يلي: نمرة 1 إن القادة في إيران كبار السن عندهم مواقف محافظة زيادة عن اللزوم، زي مواقف القادة السوفييت في الاتحاد السوفيتي في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وقت بريجنيف واللي بعد بريجنيف، سواء تشيرنينكو أو أندربوف، الوقت اللي كان فيه شخصيات كبيرة جدا في السن وطاعنة جدا في العمر بتحكم الاتحاد السوفيتي التقاليد محافظة جدا، مع ان الشباب السوفيتي وقتها او شباب الجمهوريات السوفيتية كان منبهر بالغرب ويتطلع الى الغرب. فحصل فجوة ثقافية بين القادة كبار السن وبين جيل الشباب. ده بيحصل في ايران طبقا لبعض مراكز الدراسات، ان القادة كبار السن خامنئي وجيلي غير الجيل الجديد في ايران اللي هو عايز يتعلم لغة انجليزية ومنبهر بالغرب وثقافته جزء كبير منها ثقافة غربية. أيضا في تحليل ذلك البعض بيقول إن الفرس شعب براجماتي، يعني بتاع مصلحته، عارف مصلحته فين، براجماتية بمعنى النفعية أو الرؤية المصلحية في الحياة، فده شعب براجماتي، وده مش نقد إنما توصيف. كل الشعوب الغربية شعوب براجماتية الآن، فالفرس كشعب براجماتي عملي بتاع مصلحته ومنفعته، فكر بطريقة عقلانية، فهو هيفكر في انه يدرس اللغة الانجليزية ولو هيدرسها بطريقة سرية لانه يدرك اهمية الانجليزية في عالم اليوم. الايرانيين بيدرسوا اللغة الروسية، بيدرسوا اللغة الايطالية والفرنسية، بيدرسوا اللغة الالمانية. ليه بقى؟ لانه في منطق عملي او براجماتية في هذا الامر. ما هو؟ ان اللغة الروسية هي لغة روسيا، هي الحليف الاستراتيجي الأكبر لإيران. إن اللغة الإيطالية واللغة الفرنسية أكبر شركاء اقتصاديين لإيران هم فرنسا وإيطاليا. اللغة الألمانية لأنها أقوى اقتصاد في أوروبا وهي الدولة القائدة اقتصاديا ومعرفيا للقارة الأوروبية. يبقى إذن بيدرسوا اللغة الروسية عشان حليف استراتيجي، فرنسية وإيطالية عشان شركاء اقتصاديين بيزنس كتير رايح وجاي، لغة ألمانية أقوى اقتصاد في أوروبا. مش ممكن اللي يفكروا بالطريقة ديت
ما يدرسوش أو ما يدرسوش اللغة الإنجليزية حتى لو أمر المرشد بوقف تدريسها في المدارس الابتدائية. نمرة ثلاثة، رغم اللي عملته الثورة الإيرانية إلا إن الشعب الإيراني يعرف الحداثة منذ وقت مبكر، يعني أول دار سينما في إيران 1904، أكتر من قرن من الآن، وأول فيلم إنتاج إيراني، أول فيلم إيراني من إنتاج إيران كان سنة 1930. نتكلم على عقود طويلة جدا على أول دار سينما وأول إنتاج سينمائي، وبالتالي عصر الحداثة في إيران مش عصر قليل، وبالتالي تيار الحداثة في إيران ليس تيارا ضعيفا. على ذكر اللغة الإنجليزية وغيرها في إيران، إيران حضراتكم عدد سكانها حوالي 77 مليون نسمة. علماء اللغات بيقولوا إن فيها 77 لغة ولهجة، يعني تقريبا 77 مليون نسمة ب 77 لغة ولهجة. بعض اللغات ميتة وبعض اللغات حية، إنما اللغة الرئيسية هي اللغة الفارسية، وفي بعد كده اللغة الآذرية، في اللغة العربية، في اللغة الكردية، في لغات أخرى موجودة. زي ما قلت لحضراتكم 77 لغة ولهجة على 77 مليون نسمة. بشكل توضيحي عشان نعرف اللغات في إيران، بنتكلم إنه قلب إيران فارسي، يبقى هنا إذا قلنا قلب إيران هنا يبقى هنا اللغة الفارسية. لما تيجي بقى شمال إيران آذرية، لغة آذرية لأذربيجان. تيجي بقى الناحية دي غربا هتلاقي اللغة الكردية. تيجي جنوبا العرب بقى في الأهواز يبقى العربية، ولغات بقى أخرى كتير. احنا قلنا 77 زائد 77، 77 مليون نسمة زائد 77 لغة، بس طبعا 77 دول هو تقريبا الأربعة دول الرئيسيين، والباقي ممكن تلاقي أصلا تلاتة أربعة بيتكلموا بلغة، لكن علماء اللغة بيصنفوها إنها لغات سواء حية أو ميتة أو لهجات. بنتكلم على اللغة الرئيسية الفارسية، شمالا توجد الآذرية، غربا توجد الكردية، جنوبا بنلاقي اللغة العربية عند الأهواز. طبعا الأدب الفارسي معروف جدا، كليلة ودمنة من الأدب الفارسي، عمر الخيام، رباعيات الخيام من الأدب الفارسي، مولانا جلال الدين الرومي من الأدب الفارسي. ثقافات كتيرة جدا من عند الفرس موجودة لدينا في الثقافة العربية، والخط الفارسي هو أحد خطوط اللغة العربية. تعليم الفارسية زاد جدا مؤخرا نتيجة إن الفرس بيحاولوا يعمموا اللغة الفارسية أو يصدروها في أماكن مختلفة، في كورسات مجانية في العراق، كورسات مجانية في لبنان من أجل نشر اللغة الفارسية. واللغة الفارسية تكتب بحروف عربية، وبعدها سهل اللي راح أدى مناسك العمرة أو الحج في مكة المكرمة بيلاقي بعض الكلمات الفارسية باللغة العربية. طبعا أشهر حاجة هي جمهوري إسلامي إيراني، يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بس طبعا مش كل اللغة الفارسية كده، وإلا كنا اتعلمنا اللغة الفارسية في 60 ثانية، إنما هي أشهر جملة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمهوري إسلامي إيراني، اللي بنشوفها ونشوف كلمات أخرى لما بنروح مكة المكرمة أو المدينة المنورة. في كل الأحوال إيران التي فيها أكثر من 70 لغة تحاول أن تعمم اللغة الفارسية في مناطق عديدة حول إيران.